تعالوا بقى بينا نتكلم على امر تاني بالنسبة لوفاة الاستاذ هشام سليم. صفحات النادي الاهلي في وفاة اخت الكابتن الخطيب، طبعا ربنا يرحمها ويغفر لها. اخت الكابتن الخطيب ما كانتش حد بارز في النادي الاهلي، ما كانتش حد مؤثر في النادي الاهلي، ولكن صفحات الاهلي كانت بتولول، صفحات الاهلي كانت بتبكي وكأن المتوفي يعني داخل منزلهم. صفحات الاهلي مسكت صور الكابتن حسن حمدي والخطيب والكابتن محمود طاهر والكابتن طاهر ابو زيد، وطبعا الصور هذا لا يحدث الا في النادي الاهلي، اشياء لا تحدث الا في النادي الاهلي، وطبعا طلعوا الصفحات والولا على اخت الكابتن الخطيب. انما لما ابن الرمز الحقيقي للنادي الاهلي الاستاذ هشام سليم يتوفى، وطبعا عيلة سليم دي يعني انا بعتبرها هم اصحاب الاهلي، هم اصحاب النادي الاهلي، عيلة سليم، الكابتن صالح سليم والكابتن طارق سليم والكابتن هشام سليم رحمة الله عليهم، هم اصحاب الاهلي. ورغم كده صفحات الاهلي كانت بتولول لاخت الخطيب واكتفت بمجرد بوست على الفيسبوك للمغفور له الاستاذ هشام سليم. ده كان للعلم، بس ده كان للعلم، كنا عاوزين نثبت حاله ان الصفحات والكلام ده كله ما هو الا شويه شباب يعني بيتم استئجارهم لاغراض معينه. تعالوا بقى بينا نتكلم على الكوره وندخل في الكوره. الكوره عاوز اقول لك ان انا اتفرجت على التيشيرت الجديد بتاع نادي الزمالك، التيشيرت البديل، التيشيرت الازرق. ايه الجمال والروعه دي؟ ايه الشياكه والرقي ده؟ التيشيرت ده فعلا يعني هو غالي شويه، اعتقد السعر بتاع التيشيرت الاصلي يوصل ل 880 جنيه، ولكن التيشيرت جميل جدا 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 جدا، شياكه وجمال، وتحس كده في لمسه نادي الزمالك. التيشيرت ده كان مفاجاه ليا ولونه جميل جدا، وكمان سامع ان التيشيرت الثالث اعتقد هيكون لونه اخضر برضه، هيكون على نفس المنوال. وعجبني بقى قوي في التيشيرت الروح بتاعت نادي الزمالك اللي فيه، والسهم والحاجات الجميله والشياكه والراجل اللي بيضرب السهم ده، وكمان في الخلفيه في اللوجو بتاع القاره الافريقيه والخمس نجوم هويه نادي الزمالك، تحس كده تيشيرت فيه زراعه هويه نادي الزمالك، وحاجه يعني في منتهى الشياكه، حاجه جميله جدا جدا جدا. عاوز اقول لكم ان روي فيتوريا بيصالح محمد عواد، ومحمد عواد اعتقد ان بعد التصريحات اللي قالها روي فيتوريا على محمد عواد، ان محمد عواد استعجل شويه في الحكم على روي فيتوريا، لان روي فيتوريا راجل محترم جدا في المؤتمر الصحفي طلع وقال ان انا معجب بمحمد عواد، ولكن كنت ساضم من الزمالك 7 أو 8 لعيبه، ولكن عشان الزمالك يعني عنده مباراه افريقيه هامه ضميت 4 لعيبه فقط، وخاصه اني بلعب مباريات وديه والزمالك بيلعب مباريات رسميه، ولكني لا احب ان اتحدث عن لاعبين بعينهم، وعواد سيكون متواجد في معسكر نوفمبر القادم. طبعا دي شهاده كبيره من مدير الفني لمنتخب مصر انه معجب بمحمد عواد وشايف انه افضل حارس في الدوري المصري. اعتقد ان عواد ممكن يكون اتسرع شويه في الحكم على فيتوريا، ولكن برضو عواد انا بعذره لان محدش كلمه ولا حد تواصل معاه، ودي نقطة خلل هنجيلها دلوقتي في اتحاد الكرة المصري. اتفرجت على فيديو امبارح على الكرة بلس لمصطفى الزنيري، وبصراحة انا كنت حابب الصفقة، ولكن بعد ما اتفرجت على الفيديو بتاع الزناري انا حبيت الصفقة اكتر واكتر واكتر. لعيب انا طبعا بيلعب في طلائع الجيش، مفيش حد فينا يعني ابقى كداب لو قلت لك اني بتابع مباريات طلائع الجيش، ابقى كداب. انا ما بتابعش غير مباريات الزمالك، ومش مهتم غير باخبار نادي الزمالك، ولكن لما اتفرجت بقى على اللعيب والملخصات بتاعته والديتيلز والتفاصيل بتاعه اللعيب ده، لا ده لعيب جامد قوي. مصطفى الزناري حضرتك خدها مني، اذا كان احنا عندنا لعيب اسمه الونش فالزناري هو اللي هيبقى اللودر بتاع نادي الزمالك. الزناري لعيب مش ممكن، لعيب حكايه. الولد ده بيلعب بدماغه زي ما الكتاب بيقول. مصطفى الزناري داخل ال 18 بتاع طلائع الجيش
بيخرج الكره بدماغه من اي مكان، بيلعب بدماغه حلو قوي، الهيدرز بتاعته جميله جدا جدا، وكمان لما بيخرج الكره لعيب ذكي، ما بيخرجش الكره من وهو في ال18، ما بيخرجهاش في المنتصف عشان ما يجيش لعيب يشوط، زي طبعا الجون بتاع القضيه اخونا محمود علاء لما خرج الكوره في قلب الملعب ودخل مجدي قفشه كده كوره طايشه جت وقعدوا يولولوا بيها. فاللعيب ده لا، مصطفى الزناري بيخرج الكوره على الجناب على الاطراف عشان لو ارتدت يعني لا تمثل خطوره على المرمى. لعيب ذكي جدا، لعيب متالق، لعيب عنده روح قتاليه. مصطفى الزناري اعتقد انه هيكون من اهم المدافعين في منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه في العاب الهوا حاجه يعني. بسم الله ما شاء الله عليه مصطفى الزناري، وهيكون لعيب ممتاز جدا جدا جدا. بما اننا بنتكلم على مصطفى الزناري فتعالوا نتكلم على الشخص اللي طبعا سواء اهلاوي او زملكاوي اكيد كرهه، ولكن هو بيسوق بعض القطيع في جمهور الخصم. علاء عجلة، ماله علاء عجلة؟ علاء عجلة هو انسان عاوز يعني يبص سمومه في مصر. علاء عجلة بيتكلم ان مصطفى الزناري اتقيد في موعد غير موعد القيد بتاعه، ودي مجاملة للزمالك، وقال ان دي يعني اتقيد قبل انتقاله بستة ايام، ودي وصمة عار، والاهلي بيتنازل عن حقوقه ورضوخه للتلاعب العلني لصالح احد منافسيه. هذا الشخص اللي اسمه علاء عجلة حاجة يعني مش ممكن، انسان بجد مقزز وانسان مقرف، واكيد اللي بيسمعه هو انسان مغيب زيه. طبعا انا مش هلقي الضوء على الموضوع ده كتير، لان عيب اول لما تضيع من وقتك ووقت متابعينك عشان تتكلم على انسان مختل عقليا. هرجع لتيشيرت الزمالك تاني خطوة لورا، وهقولك ان صفحات الاهلي قاعدة عمالة بتتريق على التيشيرت بتاع نادي الزمالك، وبيقولوا ان هو متقلد من تيشيرت ريال مدريد، ومره يقولوا متقلد من تيشيرت بايرن ميونخ. هو طب وانت ايه اللي مزعلك؟ على راي المستشار مرتضى منصور، انت مال مامتك يعني؟ انت ايه اللي مزعلك؟ مش احسن من التيشيرتات اللي كنت بتعملوها عموله عند ابو نسمه الترزي؟ بالذمه دي شكل تيشيرتات؟ فيعني اذا كان بيتك من ازاز ما تحدفش الناس بالطوب. تيشيرت في منتهى الشياكه، وان شاء الله باذن الله كل جماهير نادي الزمالك انا عارف انها هتقبل عليه وهتشتري التيشيرت بتاع نادي الزمالك. عاوز اقول لك ان اتحاد الكوره طلب من الفيفا استكمال مباريات الدوري اثناء كاس العالم. وطبعا في كاس العالم انت عندك لعيبه في مصر مش هيكونوا متواجدين، وعلى رأسهم علي معلول منتخب تونس في الأهلي، وسيف الجزيري وحمزة المسلوسي في منتخب تونس. أعتقد دول أبرز ناس هيشاركوا في كاس العالم، مش متذكر مين تاني، ولكن دول أبرز ناس هيشاركوا في كاس العالم. فاتحاد الكورة بيقولك أنا مش هوقف الدوري ده إذا وافق طبعا الفيفا على استكمال الدوري أثناء إقامة كأس العالم. فاتحاد الكورة المصري بيقولك طب ما نلعب، ما مش عشان ثلاث لعيبة مش موجودين ما استغل الشهر كامل ممكن ألعب فيه أربع أسابيع أو خمس أسابيع. ودي حاجة كويسة جدا، لو تم استكمال الدوري والفيفا وافقت لاتحاد الكورة أنه يتم استكمال الدوري أثناء إقامة مباريات كأس العالم، أعتقد هنخلص الدوري بدري شوية، وده هيكون مفيد جدا 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 أن احنا الموسم الجديد يخلص بدري شوية، شهر مش قليل. ولو الفيفا رفضت اتحاد الكورة حاطت بقى البلان بي اللي هي خلاص هنلعب كأس مصر وهنلعب مباريات الرابطة، ولكني أتمنى ان المباريات يتم مباريات الدوري يتم لعبها في إقامة او اثناء اقامه مباريات كاس العالم في قطر في شهر 11 ان شاء الله باذن الله.